منصات رقمية من تلفزيون دبي، أهلا بكم. أنا أديل طعمة، سأنقل لكم كل ما هو جديد في عالم الفضاء الرقمي والأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. وفي حلقة الليلة، شركة ميتا تطلق ميزات جديدة في قسم الرسائل المباشرة الخاصة بمنصة إنستغرام، وسامسونج تطرح سلسلة هواتف جالاكسي S24 في دولة الإمارات بخصائص ومميزات جديدة مدعومة من الذكاء الاصطناعي. وفي منصات رقمية أيضا، حفل الهند الأسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا يتحول لملتقى يجمع مشاهير العالم. والبداية مع شركة أبل التي تم تغريمها بمبلغ ملياري دولار بسبب قواعد متجر التطبيقات التعسفية. ففي أول مخالفة احتكار تسجل على أبل، فرضت المفوضية الأوروبية على الشركة 1,800,000,000 يورو على خلفية ممارسات تنافسية غير عادلة تتعلق بمنع تطبيق سبوتيفاي وغيره من تطبيقات الموسيقى من اطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل. وجاء قرار المفوضية الأوروبية رداً على شكوى قدمتها سبوتيفاي في عام 2019 على هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر أبل البالغة 30%. في المقابل انتقدت أبل القرار قائلة إنها ستستأنفه، لكن من المرجح أن يستغرق صدور حكم في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ سنوات عدة، وحتى ذلك الحين سيتعين على شركة أبل دفع الغرامة والامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي. اتهامات أوروبية أخرى تضاف إلى قائمة اتهامات شركة أبل، والسبب هذه المرة التحايل على قانون الأسواق الرقمية. ولمن لا يعرف قانون الأسواق الرقمية، فهو قانون كان قد أقره الاتحاد الأوروبي سابقا ويطلق عليه اختصارا DMA. يلزم الشركات المطورة لأنظمة التشغيل بفتح خدماتهم ومنصاتهم أمام الشركات الأخرى والمطورين المستقلين، وعليه ستكون أبل مجبرة على إتاحة المجال للشركات الراغبة في توفير متاجر تطبيقات بديلة لمتجر أبل ستور والسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من خارجه. لكن يبدو أن شركة أبل بدأت تتجاهل روح القانون ونصه وتستهزئ به أيضا، الأمر الذي دفع أكثر من 20 شركة تقنية من ضمنها سبوتيفاي وأبيك جيمز وبروتون وسيجنلز 37 للتوقيع على خطاب جماعي أرسلته إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفها بشأن قواعد أبل القادمة فيما يخص هذا الموضوع. وفي سياق متصل، أطلق شركة تطوير البرمجيات ماك باو أول متجر تطبيقات بديل لمتجر تطبيقات أبل أب ستور في الاتحاد الأوروبي كأصدار تجريبي يعرف باسم سيت أب، ومن المتوقع إطلاقه على نحو نهائي لكافة المستخدمين خلال شهر أبريل المقبل. وعلى أبواب انتخابات مرتقبة في نحو 75 دولة هذا العام، تصريح خطير لسام ألتمان رئيس شركة أوبن أي آي الأمريكية المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر ChatGPT، الذي يتوقع ظهور التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الانتخابات في المستقبل القريب، وأنه يجب التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة بهذه التقنية الثورية في الحروب السيبرانية والأسلحة البيولوجية. وأكد ألتمان خلال فعالية نظمتها شركة إنتل الأمريكية المتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تكون قصة جميلة فقط، وأنه يجب التعامل بحذر وجدية مع مخاطر استخداماتها. وأشار إلى أن المحتوى المصنوع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيزيد على المحتوى الذي ينتجه البشر، لذا على المجتمعات الاستعداد لمواجهة العواقب قبل حدوثها. وتأتي تصريحاته في الوقت الذي ظهر فيه استخدام لقطات فيديو مختلفة باستخدام ما يعرف بالتزييف العميق في الانتخابات الهندية التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام.
وفي مواجهة مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي يقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي قرر أن يرفع دعوى قضائية ضد شركة أوبن أي آي المدعومة من مايكروسوفت والرئيس التنفيذي سام ألتمان من بين آخرين، زاعما أنهم تخلوا عن المهمة التأسيسية للشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية على نطاق واسع. وكان ماسك قد شارك في تأسيس أوبن أي آي في عام 2015 ثم استقال من مجلس إدارتها في عام 2018 بعد أن استثمر فيها نحو 44 مليون دولار، وبعد 4 سنوات من قوله إن الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية. في المقابل عارض المسؤولون التنفيذيون في أوبن أي آي الادعاءات التي قدمها ماسك، وقالوا إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا نادما ومنزعجا لأنه لم يعد جزءا من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وأن الشركة مستقلة وتواصل العمل لضمان استفادة الذكاء الاصطناعي العام للبشرية جمعاء. وفي آخر تحديث لمنصة إنستغرام، إضافات جديدة في الرسائل الخاصة تضمن تواصل أفضل بين الأصدقاء، هذا ما أعلن عنه رئيس المنصة آدم موساري عبر حسابه الخاص على إنستغرام، مشيرا إلى أن شركة ميتا المالكة للتطبيق أطلقت ميزة Edit Messages المشابهة لتلك المتوفرة في تطبيق واتساب التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة غير الصحيحة أكثر من مرة خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة، على أن يتم تمييز تلك الرسائل بكلمة محررة أو Edited. أما الميزة الأخرى التي تم إضافتها إلى إنستغرام فتعرف بـ InChat، وهي خاصية ستتوفر قريباً لأصحاب الحسابات الاحترافية أو Professional Accounts، والتي تسمح لهم بتثبيت ما يصل إلى 3 مجموعات أو دردشات في قائمة المراسلة الخاصة بتلك الحسابات لضمان سهولة الوصول إليها بسرعة. نبقى مع جديد إنستغرام في الرسائل. فهل تعلمون أن هناك أيضا جيم لطيفة متوفرة لدينا جميعا في قسم الرسائل المباشرة عبر استخدام الإيموجي؟ تفاصيل اللعبة وكيف يمكن الوصول إليها أطلعنا عليها صانع المحتوى التكنولوجي عبد السلام الشراري عبر فيديو نشره في حسابه في إنستغرام. نتابع. تدري لو ترسل أي إيموجي في أي محادثة عندك في الإنستغرام وبعدها تلمس لمسة ضغطة واحدة على هذا الإيموجي، راح تفتح لك هذه اللعبة المعروفة في الإنستغرام. فكل ما تضرب الإيموجي راح يزيد عندك الرقم، وكل ما زاد الرقم كل ما زادت سرعة اللعبة، وإذا خسرت تقدر تلعب مرة ثانية. فجرب هذه اللعبة وقولي رأيك، وأنا وصلت رقم 12 وأنت قولي بعد ما تجرب كم وصلت. بعد الفاصل نتعرف بالتفصيل على خصائص هواتف جالكسي S24. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مع اقتراب شهر رمضان المبارك والتزام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز العادات والتقاليد المصاحبة لهذا الشهر الكريم في أجوائه الدينية والعائلية والاجتماعية، يظهر دور التقنيات التكنولوجية الحديثة لمشاركة مثل هذه اللحظات المميزة وتوثيقها عبر المنصات الرقمية. ولإتمام هذه المهمة طرحت سامسونج في الإمارات هذا الهاتف، وهو أحدث هواتفها من سلسلة هواتف جالكسي S24 الذي صمم لتعزيز التجربة اليومية للمستخدمين بما يشمل الاتصال السلس والتعبير الإبداعي والمزيد من الإمكانات. وتضم هذه السلسلة هواتف جالكسي S24 Ultra وجالكسي S24 Plus وجالكسي S24، جميعها تساهم في توفير تجارب رائدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا وتقدم سلسلة جالكسي S24 المدعومة بتقنية جالكسي AI للذكاء الاصطناعي مزايا رائدة ترسي مفاهيم جديدة لإمكانات الهاتف المحمول، بدءا من الاتصال إلى التصوير الفوتوغرافي. كما تجمع هذه السلسلة بين التقنيات الحديثة والالتزام بمراعاة الأثر البيئي لتجعل منه حقبة
تحولية تعيد تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم المحمولة، وتتيح لهم الاستمتاع بتجربة متميزة وذكية وحصرية من جالاكسي. هواتف جالاكسي S24 أصبحت متوفرة عبر شركات الاتصالات الرائدة ومتاجر البيع بالتجزئة وعبر الموقع الإلكتروني Samsung.com في دولة الإمارات بسعر يتراوح بين 3200 درهم و 6600 درهم بحسب السعة والطراز. Cause it's design time. Ooh. Yeah, look at that. AI smart, meet titanium tough. Can I touch it? وأكثر ما يميز سلسلة هواتف جالاكسي S24 هو دمج الذكاء الاصطناعي عبر تقنية جالاكسي AI التي تسهم بتمكين الاتصال السلس بدءا من الترجمة الذكية للنصوص والمكالمات مرورا بالقدرات الإبداعية المحسنة وصولا إلى وضع معيار جديد للبحث. ففي مجال البحث على الإنترنت تبرز ميزة مبتكرة لأول مرة وهي Circle to Search مع جوجل. هذه الميزة تعمل من خلال الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، عندها يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على شاشة جالاكسي S24 أو تمييزه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث عالية الجودة، مما يجعل تجارب البحث سهلة وشاملة. ولأن التصوير ومشاركة الصور المثالية هو بدون شك عنصر أساسي بالنسبة لمستخدمي هواتف جالاكسي S24 من سامسونج، لهؤلاء تبرز إمكانات التصوير الليلي المحدثة نايتو فوتوغرافي باستخدام خاصية سبيس زوم التي تسمح بالتقاط صور قريبة من مسافة بعيدة بدقة محسنة حتى في فترة الليل، كما أنها توفر صورا ومقاطع فيديو رائعة في أي حالة حتى عند تكبيرها، هذا ويقلل حجم البكسل الأكبر ومثبت الصورة البصرية المحسن من الضبابية، مما يضمن توفير مقاطع فيديو أكثر وضوحاً. وطبعاً لا يوجد هناك أفضل من أن تحظى الصور المثالية الملتقطة بعملية تحسين فعالة عبر أدوات تحرير جالاكسي AI المبتكرة التي تقدم إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. وهنا تبرز ميزة التحرير التوليدي أو Generative Edit التي تقوم بمعالجة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، فتعمل ميزة تحرير الصور الإبداعية على تحليل الصورة وإعادة إنشائها أثناء تغيير حجم الكائنات في الصورة أو إزالتها أو تغيير موضعها. ويمكن للمستخدمين أيضا توسيع الصور بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بملء الخلفية المثالية وحتى إكمال العناصر المقطوعة في الصورة، مما يجعل تحرير الصور تجربة خالية من المتاعب. مهمة أخرى مميزة تقوم بها تقنيات الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي S24 وهي نوت أسيست التي تساهم في تعزيز تطبيق سامسونج نوتس، حيث تتميز هذه الوظيفة بملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على التلخيص وإنشاء القوالب وكذلك إنشاء الغلاف لتسهيل تحديد الملاحظات من خلال معاينة مختصرة. نبقى في عالم التكنولوجيا وإلى واحدة من أبرز الإنجازات التكنولوجية العلمية، شريحة نيورالينك الدماغية. فمنذ إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن النتائج المذهلة لأول عملية زرع شريحة دماغية لدى البشر، لم تتوقف التساؤلات حول مستقبل هذه التقنية الثورية الجديدة في تحديد مصير حياة البشر ومدى خطورتها على حياة الأشخاص، وهل هي بالفعل تعد بحل جذري لأمراض الأعصاب المزمنة؟ كل هذه الأسئلة يجيبنا عليها مراسلنا من واشنطن ناصر أبو دياب. نتابع.
تقنية حديثة ملهمة تجسد الابتكار والتطور العلمي. نجاح التجارب الأولية لشركة نيورالينك في زرع شريحة ذكية داخل دماغ بشري تبشر بنتائج واعدة وتطور مذهل. فهذه الشريحة التي يقوم روبوت بزراعتها تحتوي على أسلاك فائقة الدقة وأقطاب كهربائية تهدف إلى تحفيز الخلايا العصبية وتفسير بعض الإشارات الدماغية وتحويلها إلى أفعال، ما قد يساعد في علاج حالات من الشلل والصرع ومرض الباركنسون. إنه إنجاز رائع، فهو يدعم تكنولوجيا الأعصاب ويسهم في تطويرها. رغم تحقيق تقدم في هذا المجال عبر السنوات الماضية، إلا أن نيورالينك سلطت الأضواء عليه. نعم، قد يحتاج الأمر لسنوات طويلة قبل استخدام هذه الشريحة فعليا في علاج الأمراض، لكنها خطوة تدفع بتطوير هذه الأبحاث وبدء التجارب الفعلية على البشر. الشريحة التي تسمى تلبثي يتم شحنها لاسلكيا طورتها شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك، اعتمادا على تكنولوجيا سابقة تم استخدامها من قبل في زرع أقطاب كهربائية في الدماغ. لكن شركة ماسك زادت من عدد الأقطاب الكهربائية في الشريحة ليصل إلى 1000 لاستهداف الخلايا العصبية الفردية، ما سيتيح التحكم بدقة في الهاتف أو جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر بمجرد التفكير. تجربة أعلن ماسك نجاحها المبدئي، حيث تعافى أول إنسان خضع لهذه العملية وأصبح قادرا على التحكم في فأرة الكمبيوتر من خلال التفكير. حتى الآن حصلت نيورالينك على ترخيص السلطات الصحية ونجحوا في عملية الزراعة وسجلوا نتائج أولية، وهذا إنجاز كبير حقا، سيحدث ثورة في مجال تكنولوجيا الأعصاب. لكن الاختبار الحقيقي سيتضح أكثر مع الوقت، خلال 6 أشهر أو سنة. ماذا سيحصل مع المريض من مضاعفات، وما الذي يستطيع المريض القيام به بمساعدة هذه الشريحة؟ إن نجحت التجربة فسيكون ذلك إنجازا مذهلا. لكن وكأي تكنولوجيا حديثة تحت التجربة، قد تحمل هذه الشريحة معها بعض المخاطر. باحثون أطلقوا تحذيرات من الخطر على حياة المريض، فجراحة الدماغ ليست بالأمر الهين، إذ أن زراعتها في موقع خاطئ قد يؤدي إلى الوفاة، كما أن هناك احتمال الإصابة بالرفض المناعي للجهاز بعد عملية الزراعة، عدا عن مخاوف متعلقة بالخصوصية الشخصية إذا ما تم تطوير هذه التقنية بشكل متقدم يسمح بقراءة الأفكار المختلفة واستخدامها لأهداف أخرى. ابتكار تكنولوجي يمثل نقل نوعية في مجالي الطب والعلوم ما زال يتطلب مزيدا من التجارب قبل اعتماده. إن أثبت نجاحه سيغير مستقبل الطب ويحقق تقدما هائلا في علاج الأمراض العصبية وتعزيز القدرة العقلية للإنسان. ناصر أبو دياب، تلفزيون دبي، واشنطن. بعد الفاصل، حفل الزفاف الأسطوري في الهند ملتقى لمشاهير العالم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات المتداولة. أحداث غزة لا تزال حتى اللحظة تسيطر على اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الدائرة بين إسرائيل وقطاع غزة، ترتفع المطالبات لوقف إطلاق النار. هذا ما نادى به الممثل العالمي من أصل إيرلندي ليام نيسن عبر فيديو سلط فيه الضوء على 5 أشياء من أجل إنقاذ أطفال غزة. أولها، طالب سفير النوايا الحسنة لليونيسف بالحماية للأطفال قائلا: يجب أن ينتهي قتل وجرح الأطفال فورا وإطلاق سراح كل الأطفال المخطوفين بأمان. وتطرق نيسن إلى مواد الإغاثة المنقذة للحياة قائلا: توصيل المساعدات مسألة حياة أو موت، الأطفال يعانون من سوء التغذية والأمراض والتعب والعطش. أما ثالث مطالبات نيسن فهو وصول الغزيين للخدمات الأساسية وتوفير العلاج
العلاج لمن لديهم إصابات شديدة وأمراض، مع تفاقم حال المستشفيات والملاجئ وخدمات المياه والصرف الصحي. وجاء رابعا بحسب نيسن التمويل الذي اعتبره أمرا حيويا لبقاء الأطفال على قيد الحياة، منوها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم المساعدات، وختم حديثه بضرورة وقف الأعمال القتالية فورا لأن الثمن هو أرواح الأطفال في هذه الكارثة الإنسانية الضخمة. لا تزال قضية الفتاة العشرينية المصرية حبيبة الشماع المعروفة بفتاة الشروق محل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة يوما بعد آخر. جديد القضية أن أظهرت التحقيقات عدم وجود مواد مخدرة على ملابس الشابة وأنها خالية من أي مواد منومة. وأوضح محامي السائق المتهم أن موكله خرج بعد الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي وشرح موقفه بالكامل، وأنه لم يقصد خطفها إطلاقا وتفاجأ بإلقاء نفسها من السيارة. فيما أوضح محامي أسرة حبيب الشماع أن التحليل أثبت إيجابية تعاطي سائق أوبر للمواد المخدرة، الأمر الذي سيغير مسار القضية. وكانت الشابة البالغة من العمر 24 عاما قد قامت بالقفز من السيارة التي تتبع لإحدى شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، بعدما شعرت بأن السائق يحاول اختطافها عندما قام بإغلاق النوافذ ورش مادة معطرة، الأمر الذي تسبب في إصابات بالغة للفتاة التي ترقد على أثرها بالمستشفى فاقدة للوعي. الحفل الأسطوري شاغل العالم وحديث رواد المنصات الرقمية على مدار الأيام القليلة الماضية، هو محط اهتمام العالم بفكرته الغريبة التي سبقت حفل زفاف الشاب الهندي أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا، والذي سيقام في الصيف أي بعد نحو 5 أشهر. فعلى مدار 3 أيام متواصلة توافد مشاهير العالم من رجال أعمال وفنانين وأقطاب التكنولوجيا لحضور الحفل الخاص الذي أقامه الملياردير الهندي موكيش أمباني لنجله في مسقط رأس العائلة في مدينة جمانغار غرب الهند، وإلى جانب اهتمام العالم بحضور عدد هائل من الضيوف ضمن قائمة بلغت نحو 1200 شخص. سرقت الأزياء التقليدية الهندية والمجوهرات المبهرة التي ارتداها أهل العروسين وعدد من المشاهير أمثال مارك زوكربيرغ وبيل غيتس وإيفانكا ترامب والنجمة ريانا وغيرهم الكثير. سرقت الأضواء من دون شك. هذا ولم يتجاهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلفة هذا الحفل الضخم، إذ أشارت التقديرات إلى أنه كلف أكثر من 100 مليون دولار، وتضمنت تأمين رحلات الطيران الخاصة من حول العالم للضيوف وإقامتهم في فنادق 5 نجوم وتكاليف تجهيز الطعام والوصلات الفنية وغيرها من الفعاليات المبهرة. وقبل أيام من احتفالات الزفاف الأسطوري كان قد تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو للملياردير الأمريكي بيل غيتس وهو يشرب شاي كرك من عربة مشروبات شعبية بالهند أثناء تواجده لحضور حفل الزفاف الأسطوري مع مجموعة من مشاهير العالم. الفيديو الذي نشره مؤسس شركة مايكروسوفت على صفحته في إنستغرام بعنوان One Chai Please ظهر فيه الملياردير وهو يستمتع بالمهارات الفريدة لأحد الباعة في تحضير كوب شاي الكرك بأسلوبه الغريب والمميز، مختصرا انبهاره في صنع الشاي بتعليق في الهند ترى الابتكار في كل مكان تتوجه إليه حتى في إعداد كوب بسيط من الشاي. الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات عند مشاركته جعل من البائع المعروف فقط في الأوساط الهندية دولي تشايوالا نجما عالميا تهافتت عليه وسائل الإعلام لمعرفة فيما إذا كان يعلم من هو الشخص الذي طلب منه إعداد الشاي. لكن الصدمة كانت عندما قال في إحدى المقابلات التلفزيونية إنه لم يكن لديه أدنى فكرة عن هوية الملياردير الشهير الذي قام بالترويج له ولعربته المعروفة باسم دولي كي تشاي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو الموضة بالتحديد يودعون أيقونة الموضة المسنة ونجمة إنستغرام الأمريكية آيريس أبفل عن عمر 102 بحسب ما ذكر على صفحتها الرسمية.
وكانت نجمة الشيخوخة حسب ما وصفت نفسها قد ولدت عام 1921 في نيويورك ودرست تاريخ الفن وشاركت كمصممة ديكور داخلي في أعمال تجديد البيت الأبيض لتسعة رؤساء من هاري ترومان إلى بيل كلينتون. وحققت انتشارا كبيرا في سنواتها الأخيرة بعد أن أقام متحف متروبوليتن للفنون معرضا ناجحا من خزانة ملابسها المتنوعة، حيث وضع المعرض الذي أقيم عام 2005 أبفل على الخارطة، وتعززت شهرتها عام 2014 نتيجة لفيلم وثائقي بعنوان آيريس للمخرج ألبرت مايسلز. تناول حياة وإبداع نجمة الأزياء حتى أنها وقعت وهي في 97 من عمرها عقدا مع وكالة AMG Models العالمية، والتي تمثل أيضا عارضات أزياء مثل جيجي حديد وكارلي كلوز. وكانت أبفل التي يتابع حسابها في إنستغرام أكثر من 3 ملايين مستخدم لا تزال تحضر على كرسيها المتحرك العروض التقديمية لمصممي الأزياء البارزين، وحملت دائما شعارا حول أسلوبها في الموضة وهو تجرئي على أن تكوني مختلفة. من دبي حيث يبدأ العالم، هذه كانت جولتنا على أهم ما جاء في المنصات الرقمية. إلى اللقاء.